عليكم. اليوم رانا في ولايه يعني ما بين ولايه قردايه وولايه الاغواط، ورانا في على مستوى المحول نتاع حاس يرمل اللي يؤدي الى حاس يرمل، و نستمر في الرحله هذه باتجاه غردايه. خليكم تتابعوا الفيديو حول هذه الرحله وفي الطريق السيار شمال جنوب باتجاه مدينه قردايه. والسلام عليكم. طريق السيارة في هذه المنطقة يعني ما بين حاس يرمل واتجاه غردايا، فالأشغال انتهت والطريق جيد جدا، يعني الطريق تكون البيسات تاع الطريق مليح مخدوم مليح، والإنسان يقدر يتحرك بدون بكل إرياحية، يسوق بكل إرياحية في هذا الطريق اللي أصبح الآن طريق سيار شمال جنوب. ورانا باتجاه مدينة بريان، ثم مدينة غردايا. ما بقات حوالي 80 كيلومتر الآن على مدينة غردايا. تابعوا الفيديو حول الطريق هذا ما بين حاس يرمل وغردايا، والسلام عليكم. طريق السيار شمال جنوب من الشفة إلى النقطة هذه كله مزدوج، كاين جزء واحد من طريق السيار اللي مازال الأشغال فيه هو طريق الاجتنابي تاع مدينة جلفة. هذاك الطريق يعني جزء فيه حوالي 30 أو 40 كيلومتر، 30 كيلومتر هذا هو الجزء اللي مازال لم ينجز، أما الباقي كل الطريق
انطلاقا من الشفا وبلاد بوليدا الى حدود هذه الساعه هذه كل الطريق فهو الاشغال منتهيه فيه ويعتبر طريق سيار مريح جدا. الانسان يقدر يمشي 100 كيلومتر في الساعه بدون اشكال. اذن هذه هو نداء ولا دعوه للجزائريين والشعب الجزائري وشباب منهم والعائلات اللي يحبوا يروحوا يزوروا المدن تاع الجنوب تاع جلفة والأغواط وغردايا. فالطريق مفتوح إلى حدود المكان هذا اللي راني فيه الآن وهو يعني قريب جدا لمدينة غردايا، مبقاش بزاف. إذا كل هذا الطريق فهو مفتوح لاستعماله. السرعة ممكن المسموحة فيه هي 100 كيلومتر في الساعة. إذا اللي أسرته خاصة اللي عندهم سيارة صحيحة كات كات ولا سيارة صحيحة ولا يقدر يدير المتراجي هذا أفضل مما يروح طائرة ويتمتع بالمناظر ومريح، يعني طريق مريح جدا وما فيش اكتظار كبير تاع السيارات. إذا هذا دعاء دعوة للجزائريين باش يجوا باتجاه الجنوب يتعرفوا على الجنوب ويزوروا الجنوب ويزوروا المدن تاع الجنوب. إذا الطريق موجود. السيارة هي أفضل رحلة طريقة للتنقل، أفضل من الطائرة وأفضل من الحافلة، لأنه بالسيارة عندك حرية كي تكون في غردايا ولا تكون في أي مكان في جلفة ولا الأغواط ولا أي مكان، فكي تكون بالسيارة تقدر تتحرك من مكان إلى مكان، عندك حرية في التحرك، تقدر تروح تشوف مناطق سياحية في يعني في الولاية، تقدر تتحرك بكل حرية وكل إرياحية. أما إذا رحت في الطائرة أو تروح في القطار أو تروح في رحلة مع هذيك الحافلة ما عندكش الحرية تاع التحرك كبيرة. السيارة للعائلات اللي يحبوا يدي بلاد ويحوشوا في الصحراء، فالطريق موجود. وكذلك كما قلنا عندك حرية تحبس وين تحب تروح تشوف مناطق سياحية كبيرة وكثيرة مناظر، يعني تقدر تتحرك بإريحية إذا كنت بالسيارة. إذن هذا هو